السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن برج الاسد، هنشوف فنجان برج الاسد وهنشوف حياه برج الاسد الفتره القادمه باذن الله هتكون خير ورزق وتفاؤل يعوم على حياتك والفرحه اللي تدخل على قلبك بالطبطبه وبالخير. برج الاسد عايزك تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل وتكتب في الكومنتات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بتعاني من قرين، من سحر، من تبيعه، اكتب تم يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هتلاقي عليها العلاج باذن الله اللي يخص حياتك الفتره اللي جايه والشفاء العاجل بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. ان شاء الله يا برج الاسد تلاقي الدعم. نشوف بقى كده توقعاتك ونشوف الفنجان بتاعك بيقول لك ايه، وكمان ايه اللي انت ناوي عليه. بسم الله ما شاء الله. اول حاجة، في مكالمة مع شخص، المكالمة دي انت بقالك مدة مستنيها او بقالك مدة عايز تزور الشخص ده، تعرف اي حاجة تخص حياة الشخص ده، وكمان عندك وسواس يا برج الاسد مضايقك ومخليك مخنوق ومتوتر، يعني انت عندك بعض التوتر بسبب الكال وبسبب الحيرة اللي انت فيها. طيب كل اللي فات ده حاجة واللي جاي حاجة تانية. في شخص عدو ليك عايزك تخلي بالك منه، الشخص ده من الاصدقاء المقرب ليك، انت بتقف جنب كل الناس وبتدعم كل الناس بس ما بتلاقيش حد يقف جنبك، وافتكر الكلام ده كويس. وبرضو لما بتخف وبتقوم بتلاقي نفسك برضو بتقف معاهم رغم ان انت بتعرفهم يا برج الاسد، بس برضو بتقف معاهم. انت اليومين دول مش راضي عن نفسك ولا عن حالك، ومش راضي عن الوضع اللي انت فيه. مين الشخص اللي مسجون عندك اللي انا دايما اكلمك عليه؟ الشخص اللي مسجون عندك، الشخص اللي في ضيقه وفي خنقه، او شخص تعبان وانت نفسك ربنا ييسر اموره. بالفعل ربك هيأثر اموره باذن الله، والعدو اللي عامل لك محبه ده هتكتشفه على حقيقته. ليه هتكتشفه على حقيقته؟ علشان هو شخص مش كويس. وبلاش يا برج الأسد تهتم بنفسك زيادة عن اللزوم قدام الآخرين، علشان ده عامل لك حسد ومأثر على نفسيتك، مأثر على نفسيتك ومخليك هنا حاجات غريبة بتظهر لك، حاجات غريبة كده بتحس الحاجات دي ظهر لك مش عارف منين ولا جيالك منين، ودايما بتدور على الراحة ودي حاجة مش لاقيها. عندك مفاجأة هتجيلك مش هتكون في حساباتك، المفاجأة دي قدامها خطوتين او يومين او ساعتين، هتسمع خبر حلو، هتسمع حاجة حلوة. حالة الركود، حالة الارهاق اللي انت فيه ده كلها فترة، وهتلاقي نفسك نجمة ساطعة في الدنيا بإذن الله. بس بلاش الندم، انت ندمان على شخص، ندمان على حد في حياتك يا برج الاسد، في حد في ندم هنا، او في خوف، او في حاجة مضايقاك وخنقاك، والله اعلم. حاول تهدي اعصابك الفترة دي جدا، وحاول تسيطر على نفسك، ولو عندك حاجة عالجها. الفترة اللي جاية دي هيكون في عقبة بينك وما بين حد، بس باذن الله هتحلها، وهتحلها جدا كمان. بس شايفالك هنا حاجة بتتكرر معاك على طول، لاما حلم بيتكرر معاك على طول، لاما حاجة شغلاك، في حاجة كده مضايقاك يا برج الاسد، مخلياك مش عارف تسيطر على افكارك، يعني في حاجة مخلياك مش عارف تسيطر على افكارك. يا هل ترى الحاجة دي ايه؟ موضوع شاغل بالك، ولا ازمة انت اليومين دول بتمر فيها، ولا انت حساس زيادة عن اللزوم، فالحساسية دي مخلياك محتار ما بين العقل والقلب ومش عارف تاخد القرار اللي نفسك تاخده. يا هل ترى انت ايه اللي عندك يا برج الاسد اليومين دول؟ حرفيا خلي بالك ان انت صحتك مش عاجباك، علشان خاطر التوتر اللي انت فيه. اهتم بصحتك يا برج الاسد، مفيش حاجة هتنفعك، صحتك هي حاجة اساسية في حياتك. اليومين دول انت بتثبت اوضاعك المادية والعاطفية، عندك دعم من بعض الاشخاص اللي في حياتك هيدعموك، وكمان هيبقى فيه بعض الطبطبة. انت ضحيت بحاجات كتيرة جدا، ضحيت بنفسك من عشان خاطر ناس، ضحيت بحلم حياتك عشان تقف مع ناس، ضحيت بحاجات كتيرة جدا ممكن تكون بتملكها. طيب قولي خدت ايه؟ طلعت من العلاقة فاقد الثقة،
طلعت من العلاقة مخنوق، فبالتالي هيكون عندك حاجة تفرحك الأيام اللي جاية، فعايزاك تخلي بالك منها. يعني الحاجة اللي هتفرحك عايزاك تخلي بالك منها علشان تحصد الخير، وطول ما انت مهموم ومخنوق مش هتحصل على اي حاجة، عشان انت متضايق وفي بيبان متقفلة في وشك. البيبان المتقفلة في وشك دي هتتفتح، بس مش عايزة تسرع في حياتك. والست اللي بتنق فوق دماغك دي هي وبنتها، خلي بالك منها علشان هي مش حبالك الخير. هي بتبين زي ما قلت لك ان هي حابة الخير، بس هي ولا حبالك الخير ولا حبالك تكون في نفس المكانة اللي انت فيها حاليا. فشوف انت عايز ايه وهتشتغل على ايه وهتسعى على ايه، وركز على الهدف وعلى الحلم وحطه قدامك علشان ترجع تصفي حساباتك الايام اللي جاية. باذن الله هيكون عندك طاقة ايجابية بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. الأسد يخاف ينام من كتر اللي هو بيشوفه هو ونايم، بيصحى مخضوض بوسط الليل، بيصحى متضايق، حس انه في حراكير في حاجات كتيرة جدا في حياته، والمشكلة ان هو مش عارف يتخلص منها ولا يعمل ايه. بدأت ان انت تستعيد حاجات كتيرة جدا في حياتك، بدأت تطلع ناس كتيرة جدا من حياتك. انت ما بتضعفش ابدا يا برج الأسد، واليوم اللي بيكون فيه ضعف بالنسبة لك بتاخده بقوة. يعني انت مفيش حاجة اسمها انا ضعيف، لا، انا هعافر وهجاهد وهوصل لهدفي، ودي اجمل حاجة فيك يا برج الاسد. ناس كتيرة جدا ظلمتك، يعني ناس كتيرة جدا ما سبتكش في حالك، ناس كتيرة جدا اتكلمت عليك، ناس كتير جدا جابت في سيرتك، وانت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. انت زعلان على قلبك الطيب اللي مش لاقي له حظ في مع الناس دي، زعلان على ان انت مش عارف تعمل ايه، دايما حاسدينك على كل حاجة، دايما بيتكلموا عليك في كل حاجة، بتخرج من بيتك مبسوط تمام، بترجع البيت بتحس ان انت مخنوق ومتضايق ومش طايق اي حاجة في حياتك. عندك كمان بعض الانطلاقات الجديدة اللي هنا باسم الله ما شاء الله. اجمل ما فيك يا برج الاسد ان انت روحانياتك عالية، بس عصبي اليومين دول جدا، عصبي جدا اليومين دول ومش طايق نفسك، وحاسس ببعض الطاقات السلبية اللي هي بتعوم عليه، رغم ان انت كنت بتتفائل، رغم ان انت كنت بتوزع طاقات ايجابية على بعض البشر، ده كانوا بيجولك ويتكلموا معاك علشان خاطر ياخدوا منك طاقة ايجابية، بس انت اليومين دول في ناس كتيرة جدا وقفالك ومش سايبينك في حالك، ناس كتيرة جدا وقفالك بتحاول تمنعك عن هدفك وحقك. عندك هنا كمان ان انت من الاشخاص اللي بتقرا حياة الانسان مجرد ما تبص عليه، عندك حاسة سادسة بطريقة رهيبة جدا، وصبور جدا، وبتتحمل القاسية وبتتحمل اي حاجة، بس وقت ما بيفيد بيك خلاص مفيش حاجة اسمها خلاص، ممكن تهد بيوت في حياتك بمجرد ان انت بس تنفعل. انت سكوتك ده بيكون بالنسبة لهم انفجار، سكوتك ده بالنسبة لهم بيكون تدمير يا برج الاسد. عندك هنا تميزات، يعني انت دايما بتتميز عن الاخرين، وعشان كده دايما حاسدينك وبيغيروا منك على كل حاجة في حياتك، بيغيروا منك على اي حاجة، يعني اي حاجة في حياتك بيغيروا عليه، بيغيروا منك حاسدينك. انت دايما مختلف عن كل الاخرين ودايما متألق، وعلشان كده دايما ربنا واقف معاك. الطاقات السلبية دي اللي انت فيها تطلع منها عشان خاطر في رزق وفرحة جايلك في الطريق، ده مش كده وبس، كمان ده في خبر انت نفسك تسمعه الايام اللي جاية، ده هيكون من قدامك، بس حاول تخلي بالك من نفسك جدا جدا. شايفة كمان ان انت هيكون عندك نقلة جديدة وعندك استقرار في حياتك الجديد باذن الله، عشان الاستقرار اللي في حياتك الجديدة ده هيحسن من امورك وهيحسن من حياتك بفضل ربنا. بقالك مدة مقهور، بقالك مدة مظلوم، ظلمت نفسك بنفسك بسبب القرارات اللي انت دخلتها غلط. في واحدة ست هنا راكبة فوق دماغك وعمالة تنق عليك ومش سايباك في حالك، عمالة تنق، هي قاعدة اصلا تنق بس عليك. شايفة كمان يا برج الاسد ان انت طول عمرك محسود من اهل ومن واحدة ست عقربة، اخت بتحسدك على كل حاجة. شايفة كمان ان انت هنا ملكش حظ في الحب ابدا، ولا في اي علاقة بتكمل عندك، ودايما عايش لوحدك وحاسس بالوحدة، عشان كل ما بتدخل حد في حياتك يا برج الاسد بتلاقي هموم وبتلاقي معاكسات. شايفة كمان انه في حد معجب بيك هيجي لك وهيكلمك الفترة اللي جاية، بس انت كون حريص وخلي بالك من نفسك كويس جدا علشان تستقبل الفرح اللي هيجي لك.
هيكون عندك رجوع مع برج الجدي الايام اللي جايه، وهيبقى في صلح وامور حلوه هتتظبط باذن الله. كسره القلب اللي جواك دي انت دايما بتحمد ربنا وبتقول الحمد لله على كل حال، ورامي همومك لربنا، يعني بتقول الحمد لله، بترضى بالمكتوب بطريقه رهيبه انت يا برج الاسد. وشايفه كمان ان انت هنا في حاجه بتوصل لها، انت اجمل ما فيك ان الحاجه لما بتحطها في دماغك بتوصل لها حتى باي طريقه، يعني انت بتوصل للحاجه اللي انت عايزها من غير اي كلام. في حاجه بتفكر فيها وفي حاجه بالك مشغول بيها، مين الشخص اللي مسجون عندك وبالك مشغول بيه وفعلا فوضت امرك لربنا وقلت ان شاء الله باذن الله ربنا هيفك كربه بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لك ان انت هتسمع خبر جديد في حياتك هيديك انطلاقه حلوه. حماتك، سلفتك، اخت شريكك جت عليك وظلمتك، سرقوك وظلموك وطلعوك وخدوا كل الحاجه اللي معاك، ما تقلقش باذن الله ربنا هيديك. عندك هنا كمان يا برج الاسد طرف ثالث بيتدخل في حياتك، طرف ثالث بيعمل لك مشاكل، انت بالنسبه لك كرامتك فوق اي حاجه، اللي هيجي على كرامتك ممكن تمحيه من على وش الارض، وده اجمل حاجه فيك انك دايما بتعمل حدود بينك وما بين الاخرين، دايما بتبقى عارف تتعامل ازاي. حاسس ان انت طاقتك خلصت رغم ان انت حمال اسية، رغم ان انت زي الجمل بتتحمل حاجات كتيرة جدا بسم الله ما شاء الله. النغزة اللي في قلبك دي من كتر الضغط اللي عندك يا برج الاسد، حاول ان انت بس كده تبص على حياتك وتبص على امورك اللي فيها امور حلوة. الاحلام بتاعتك دي انت بتخاف منها جدا علشان عارف ان هي بتتحقق. شايفة كمان ان انت عندك دعوة مستجابة، والدعوة دي من خلال الدعوة دي ربنا هينجيك في حاجات كتيرة جدا باذن الله، بس دايما خليك متألق يا برج الاسد، خليك دايما متألق، خليك دايما واثق في نفسك وواثق في اعمالك. وارجع واقول لك تاني بلاش وقوفك قدام المرايه، بلاش ان انت تقف قدام المرايه اكتر زياده عن اللزوم. شايفه كمان انه في ناس هنا هتنسحب من حياتك يعني خلاص هتنسحب من حياتك، انت حاسس ان حياتك محكوم عليها ان انت تعيش نص الاشياء بس، حاسس ان انت تحلب وما تتحققش، حاسس ان في حاجات ناقصه. لا يا برج الاسد، ده انت بس عندك عكوسات في حياتك بسبب الضغط النفسي اللي انت فيه. من عاداتك السيئه ان انت دايما شايف الاشياء يا برج الاسد من بدايتها، ما بتعرفش تكملها رغم ان هي عندك اكتمال في حياتك باذن الله، وهتبقى زي الشمعه اللي ممكن تحرق اي حد يجي على كرامتك او بس يفكر ان هو يقول لك كلمه تحرق دمك او تضايقك. هتبقى شخص مختلف بطريقه رهيبه انت يا برج الاسد الايام اللي جايه، وهتبقى حاجه مختلفه بشكل جميل، يعني خلاص هتقول لهم استوب بقى، انتوا طخ 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 جايين عليا، خلاص اصبروا شويه. هتوقف علاقاتك مع بعض الاشخاص اللي في حياتك. شايفه كمان الشخص اللي انت فرحان بيه وبتقول عليه ده غيرهم كلهم ما طلعش غير يعني طلع اكتر منهم، زعلت جدا على ثقتك اللي انت اديتها له، زعلت على حبك اللي انت امنته ليك، زعلت حاجات كتيرة جدا في حياتك. فعايزاك المرة اللي جاية ما تثقش في حد، وبلاش ان انت تآمن لحد، علشان المؤمنة اللي في حياتك دي جايبالكش غير التعب والظلم، جايبالك كسرة القلب اللي في حياتك، وانت رغم ان انت اصلا ما بتعمل لهمش اي حاجة. انت كمان عندك علم هنا عبارة عن علم حلو، انت بتحاول تغير من قدراتك، بتحاول انت تغير من حياتك، وبالفعل كل التغيير ده هيكون تغييرات جذرية لحياتك، علشان انت مستني فرحة، والفرحة اللي انت مستنيها هتعوم على حياتك بالسعادة وبالهنا، بس انت دايما خليك مستعد لأي حاجة تدخل في حياتك. عندك شخص توفى يا برج الاسد، الحد ده تقدر تقول ان هو كان سند ليك او انت كنت بتحبه جدا جدا جدا. انت على وشك ان انت تدخل على اسعد ايام حلوة، هيبقى فيها فرق وهيبقى فيها قضاء الحوائج بتاعتك، وهتيسر الامور وهتفتح قدامك الابواب المغلقة. ده مش كده وبس، كمان ده هيبقى فيه فرحة ورزق جاي لك الفترة اللي جاية في الطريق، بس انت اوعى ترفض اي حاجة ممكن تدخل حياتك. التقدم باسم الله ما شاء الله. اجمل ما في حياة برج الاسد ان هو دايما ملفت الانظار، دايما كده كل الناس مجرد ما يعدي في الشارع ولا يمشي في اي مكان تلاقي كل الاماكن اتفتحت قدامه، تلاقي كده حماس وكل الناس بتبص عليه لدرجه ان هو بيبقى بيقول انا في حاجه غلط كل الناس بتبص عليا. انت دايما
بتمشي على الارض بتقول يا هرض تهدم عليك قد ده ينطبق عليك المثل جدا يا برج الاسد. دايما متالق دايما كده في سعاده في حياتك، بس الناس مش سايباك في حالك وهو ده اللي عامل لك عراقيل في حياتك. معلش انا عارفه ان انت مخدور، عارفه ان انت متخان، عارفه ان انت قلبك مكسور، بس عزه نفسك عاليه جدا. دايما بتدور على الشخص اللي يحتويك واللي يحبك واللي انت تديه كل ما هو محتاجه. شايفه كمان ان انت بتوزع الحاجات الحلوة لجميع الناس، دايما نيتك صافية وبتتعامل بنية تلقائية، بس حاسس انه في حاجات كتيرة جدا واقفة قدامك. عمرك ما تمنيت حاجة ولقيتها، حاسس انه في حاجات كتيرة جدا فايتات، بس بتقول ان انا عمري ما هندم على حاجة حصلت وفاتت خلاص، حتى لو زعلت واتضايقت او حتى اي حاجة. الحياة بتعلمك دروس في حياتك يا برج الاسد، ودايما بتقول انا مبسوط بحياتي الحمد لله على كل حال، وان شاء الله باذن الله ربنا هيديني وهيكرمني. عايز اقولك ان انت تحذر ان انت تتعامل مع اشخاص بالمعاملة بتاعتك، لا اتعامل مع الشخص اللي قدامك بالمعاملة اللي هو يستحقها. شايفة كمان ان انت لما بتبص وراك بتلاقي ان انت مش عايز ترجع لأي حد في حياتك علشان الأذى اللي انت فيه. بعض مواليد برج الأسد اتغيروا وغيروا نفسهم، غيروا حياتهم بالكامل، قالوا خلاص استوب بقى. شايفة كمان انه في اتصال هيعود ليك الأيام اللي جاية، الاتصال ده يا برج الأسد هيفرحك وكمان هيدخل الدعم اللي في حياتك جدا على جميع الأصعد على جميع التوقعات. انت قلبك مليان حب، قلبك مليان حنان، قلبك هنا رغم انه في حب كبير بس في وجع، وجع كده قلق، وجع غير طبيعي مخليك متضايق. هتلتزم بالشجاعة بتاعتك الفترة اللي جاية، وهتحقق المشروع اللي بقالك مدة عمال تخطط ليه ودماغك شغالة بيه، وهتلاقي استجابة على جميع الأجوبة اللي في حياتك الفترة اللي جاية. حياتك هترجع تتظبط، هترجع إعادة حساباتك، الأمور هتتيسر معاك على جميع الأصعد، وهتاخد قرار مصير جدا يخص حياتك مع الشريك أو مع الحد اللي انت بتحبه. انت مطلوب ان انت تعتمد على نفسك وبلاش التسرع، وبلاش يعني انا شايفة ان الشريك بيعمل حاجات مضايقاك، بيعمل حاجات مخلياك مخنوق، مخلياك انت غيران عليه قوي، مخلياك انت كاره ومش عايز، وده مش عايزاه يكون في حياتك ابدا يا برج الاسد. انا عايزاك هادي، عايزاك متألق، عايزاك تبقى انت عارف انت عايز ايه وايه اللي هتبدأ منين وهتشتغل ازاي، علشان خاطر لو انت فضلت كده ماشي ورا الحاجات اللي مضايقاك هتلاقي نفسك انت اللي تعبان، واحنا مش عايزينك تعبان. انت اسد وبرجك اسد، فلازم تكون متألق وتكون قدها وقدود. ناس كتيرة جدا اتكلمت عليك وحللت شخصيتك بحاجات انت ما تعرفش عنها، بس رغم ده كله الحظ هيكون من جنبك انت بس. برج السرطان ارجع واقولك تاني، بمشية الله سبحان الله وتعالى عندك سفر، عندك سفر الفترة اللي جاية، بس بلاش تضحي بقلبك، بلاش تضحي بنفسك، بلاش تضحي بالحاجة بتاعتك اللي ما ينفعش حد يجي جنبها. اكتفي بنفسك، اكتفي بذاتك، هتتحول لشخص تاني مختلف عن حياة الآخرين، لدرجة انهم هيقولوا ايه ده، انت الشخص اللي احنا كنا نعرفك، طب ما انت كنت بتسامح، كنت بتدي. هتقول لهم انا اتغيرت، انا ما بقتش زي الاول، في مكان مناسب، المكان ده حامل ليك حظ، حامل ليك ضيوف هتزورك، وكمان هيبقى فيه محبة واهتمام هيظهر عليك. معروف ان برج الاسد الوحيد اللي مش عارف ينظم وقته الايام دي، مش عارف ينظم ولا ينظم هدومه ولا ينظم وقته ولا ينظم مسؤولياته، بسبب ان هو نفسيته تعبانة ومحدش حاسس بيك. الحاجة اللي اتأخرت عليك المدة اللي فاتت هتلاقيها في حياتك، وكمان هتلاقي سر سعادتك بين ايدك. مطلوب منك يا برج الاسد ان انت تخلي بالك من ابراج كتيرة جدا في حياتك. انا عارفة ان انت مقسوم 4، مقسوم 5، كل جزء في حياتك مش عارف انت عايز ايه، فهيجي لك خبر هيجننك وهيخليك تنتصر على الاخرين، وفي نفس الوقت تحقق النجاح الكبير اللي ربنا كاتبه لك.
ظلمك كان قدام عينك المدة اللي فاتت، ربك هو الوحيد اللي هيكبر بخاطرك، وهو الوحيد اللي حاسس بوجعك، وهو الوحيد اللي عالم انت قد ايه اتظلمت، انت قد ايه تعبت نفسيا جسديا صحيا، تساقط شعر زي ما قلت لك، وجع بيظهر على جسمك غير طبيعي. فان شاء الله باذن الله يكرمك ويوسع رزقك. اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا التانيه اللي هتلاقي عليها علاج السحر، علاج القرين، علاج التبيعه، اي علاج. تحياتي ليك يا برج الاسد، اتمنى لك الخير.